تأمل يا أخي وتأملي أخيتي في أحوال التائبين والتائبات، في عبراتهم وصرخاتهم، لنقف مع ذلك الزوج وهو يقول: لقد وفقت بزوجة كنت أسمع عن طاعتها وهمتها قبل الزواج، لكنني والله لم أكن أتوقع ذلك حتى رأيت بعيني. ففي ليلة زواجي وبعدما غلبني النوم تنبهت فجأة فلم أجدها بجانبي، تلفت في أرجاء الغرفة فقلت: قد يكون الحياء جعلها تنام في الغرفة الأخرى. لكنني تعجبت والله، تعجبت عندما رأيتها واقفة، واقفة قانتة لربها، رافعة يديها تطيل القراءة وتتبعها بركوع ثم سجود طويل، عجبا لها لا تترك قيام الليل حتى في ليلة زواجها. فلا إله إلا الله، تذكرت حديث نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يدعو بالرحمة لتلك المرأة بقوله: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. لا إله إلا الله، أين النساء؟ أين الغافلات؟ كم من النساء همهن في هذه الليلة زينتهن، بل منهن من لا تبالي بصلاة الفجر. فيقول هذا الزوج: والله تمضي الشهور والشهور ولم تتغير حالها، بل يزداد ثباتها، فلم تترك عادتها وأنسها في قيام الليل. وأنا لم يتغير حالي، فقد كنت في غاية البعد عن الله، أقضي الليالي في سهرات واستراحات بين لعب الورق والشيشة والقنوات، هذه حالي والله. لكنها كانت لي كأحسن زوجة، تعامل لطيف ونفس طيبة، فيا عجبا لهمتها وتحملها، لا تمل من خدمتي، وكأنها تقول لي بلسان حالها: ها أنا أقدم لك ما أستطيعه، فماذا قدمت أنت لي؟ ماذا قدمت أنت لي؟ لم تتفوه لي بكلمة واحدة، على الرغم من معرفتها بإسرافي وإضاعاتي للصلوات والطاعات. تستقبلني مرحبة بأجمل عبارات الشوق، وكأني عائد من سفر سنوات وليس فراق ساعات. أسرتني بطيب كلماتها وحسن أخلاقها وعشرتها، حتى أجبرتني على حبها واحترامها. ولن أنسى ذلك اليوم عندما عدت في ساعة متأخرة من الليل من إحدى سهرات العابثة، دخلت البيت، وصلت إلى غرفتي ولم أجدها. خرجت أبحث عنها في المطبخ أو في إحدى الغرف، اقتربت من إحدى الغرف وبخطوات ساكنة، حتى كأني أسمع همسا، صوت يطرق مسامعي ويتردد صداه، وإذا بصوت يتلو القرآن، وكأنني أسمع القرآن لأول مرة، حتى سمعتها وعلمت أن هذا صوتها. دخلت الغرفة حتى تسمرت نظراتي وقد رأيت يديها المرفوعتين للسماء. تسللت ببطء، اقتربت كثيرا، نظرت إليها وإذا بي أسمع دعاءها، فيا له من دعاء، فقد كانت تدعو، تدعو وتلح في الدعاء، تدعو وتلح في الدعاء، تدعو وتبكي. اقتربت لعلي أسمع دعاءها الذي تردده وتلح فيه وتبكي من أجله، حتى سمعتها ويا ليتني لم أسمع دعاءها. فلا إله إلا الله، لقد كانت تدعو، إنها تدعو، تدعو لي، لي أنا على تفريطي وتقصيري، تدعو لي، بل خصتني فيه قبل نفسها. فيا الله، رفعت حاجتي قبل حاجتها، بدموعها تدعو لي، بشهقات متقطعة تطلب من الله، وبصوت متهدج سمعتها وهي تردد: اللهم اهد زوجي. فعلمت والله ما مدى حزنها وحرقتها على حالي وغفلتي وضياعي، علمت أن الله رحمني بأن أوجد من يفكر فيني ويدعو لي. فلم تيأس مني ولم تشكو لأحد، لم تشكو لأحد ولم تجزع، بل تتصبر وتصلي وتدعو الله ليرفع عني ويتوب علي ويعجل بهدايتي، وتكرر نداءها لربها، ثم تعود لبكائها وتبث شكواها إلى الله، ونشيجها وبكاؤها قطع نياط قلبي. تأثرت والله، وعلمت، علمت أنما الحياة الدنيا لعب،
ولهوٌ وزينةٌ وتفاخرٌ بينكم، وتكاثرٌ في الأموال والأولاد، كمثل غيثٍ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًّا ثم يكون حطامًا، وفي الآخرة عذابٌ شديد ومغفرةٌ من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أين أنا طوال هذه الأيام؟ أين أنا عن هذه الزوجة الصابرة تلبي كل ما أريد في النهار من حسن التعامل وطيب العشرة وأنا لا أبالي بها؟ كثيراً ما أغادر البيت وأتركها وحيدة يعتصر الألم قلبها، ثم إذا عدت من سهري وغفلتي إذا بها معي بدعائها، تلح على الله وتدعو الله وتردد يا الله، ولمن هذا؟ لمن كل هذا؟ كل هذا لي أنا؟ فشتان والله، شتان والله بين نفسي ونفسها، نفسها التي تتغلب على النوم وتجاهده في القيام لإرضاء الله، ونفسي التي تغالب النوم وتجاهده في السهر لمعصية الله. شتان بين قلوب تخفق بحب الرحمن وتتلذذ بلقائه والوقوف بين يديه، وبين قلوب تخفق بحب المنكرات وتتلذذ بسماع الملهيات. شتان بين وجوه مشرقة بالهيبة والوقار، وبين وجوه كالحة ونفوس يائسة وصدور ضيقة. شتان بين قلوب حية تمتلئ بحب الله وتنبض بالإيمان، وبين قلوب ميتة تمتلئ بعدم الخوف من الرحمن. نعم والله، شتان بين نفسي ونفسها وقلبي وقلبها، فعجبا لها، عجبا لها، ما دخلت المنزل إلا واستبشرت وفرحت تقوم بخدمتي وتعمل على سعادتي، وإذا خرجت من المنزل بكت تضرعا إلى الله خوفا علي من سخطه، فتدعو لي بالهداية والتوبة. فلا إله إلا الله، أي قلب تحمل على رغم إهمالي لها، لكنها معي بدعائها. فوالله ثم والله لقد علمت علم اليقين أن الزوجة الصالحة هي أفضل ثروة يكتنزها الرجل من دنياه بعد الإيمان بالله وتقواه. فشتان والله شتان بين زوجة تعين زوجها على طاعة الرحمن، وزوجة تقوده وتجره إلى الإثم والعدوان، حتى بدأت دموعي تتساقط وأنا ما زلت أنظر إليها حتى انتهت من صلاتها ودعائها، نظرت إلي وإلى دموعي فقالت: هون عليك، إن الله قريب من عباده، هون عليك، إن الله يفرح بتوبة عبده. لما هذه الدموع؟ لما هذه الدموع وأنت تعلم أن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار؟ لما هذه الدموع وأنت تعلم أن الله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل؟ من الذي ينادينا يا زوجي؟ من الذي ينادينا يا زوجي في كل ليل: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من الذي ينادينا: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي؟ من الذي ينادينا: يا عبادي، إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم؟ من الذي ينادي: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم؟ فهون عليك يا زوجي، واستمع إلي، ولا تعذبني ببكائك. من الذي عجت ببابه الأصوات فلهجت بالمعذرة والمسائل والحاجات؟ فكان الله ولم يزل بها رحيما، فبدأت تمسح دموعي بيديها وهي تردد: هون عليك، هون عليك. يقول لحظات حتى نادى المنادي للصلاة، قمت فتوضأت لأصلي الفجر وكأني لم أصلي مثل تلك الصلاة في حياتي، أحسست والله بسكينة ولذة، فهذه هي بدايتي. اللهم فاقبل توبتي واحفظ لي زوجتي، فقد كانت سببا في هدايتي بعد أن كنت مكبا على وجهي.